هلا طلاب، شلونكم اليوم؟ ان شاء الله نخلص الجزء الثاني، سوري، الجزء الثاني من المحاضرة الاولى. زين، اللي هو الهرمون سيكريشن. عندكم، خلي احكي لكم بصراحة شوية، السلايدات بها هواية حشو زايد، لان مثل ما تعرفون احنا ملازمنا من المصدر. زين، فالمصدر به هو حكي، فاحنا راح نحكي الاشياء المهمه اللي اشرها هي مهمه وتحفظوها، اما البقيه فهم، ولا اقول لكم علي عفو يعني تعوفوا. خوش. زين، عندكم احنا الهرمونات كنا هي نواقل كيميائيه سائله تفتر في دمك، تمام؟ فالهرمون سكريشن هو الهرمون ماده سائله، مو صح؟ فهاي المادة تحتاج انه تنفرز. شنو تنفرز؟ يعني صار بها افراز، يعني سكريشن، صح؟ سينثيسيس ايضا افراز، سكريشن وتدفق، بروسيسينج ايضا يصير بها معالجة. خوش. زين، ريجوليشن اوف هرمون سينثيسيس، عملية تنظيم افراز الهرمونات معتمدة على الكيميكال نيتشر، MCQ. يجيك سؤال على شنو يعتمد الهرمون سينثيسيس، على شنو يعتمد افراز الهرمونات، تقول له على كيميكال نيتشر. هاي اولا، احنا شنو يعني كيميكال نيتشر؟ رفل استذبحكم اذا تقولوا لي شنو، لان احنا حكيناه بذاك الجزء، البيبتايد، الامين، البيبتايد، الامين، الهواية مواد كيميائيه فصنفناهن بديك المحاضرة، خلنا نرجع عليهن على السريع. الستيرويد، بيبتايد، امين، بروتين، هياتهن هذن حكيناهن. خوش. والبيبتايد اذا تتذكرون كان متمثل بالاوكسيتوسين والبيزوبرسين. اوكي، زين، نجي على البيبتايد، مجموعة البيبتايد، عائلة البيبتايد، عائلة كيميائية جماعة البيبتايد، as well hormone receptor synthesis controlled، الافراز في مجموعة البيبتايد، انتبه، الافراز في مجموعة البيبتايد يعتمد على شنو؟ الليفل اوف ترانسكريبشن. هذا حفظ وهذا MCQ ممكن يجي، هذا MCQ صعب يعني اذا اجى. خوش، يعني بس اذا رادوا يفيكون ممكن يجيبون هيج سؤال. خوش، اذا على شنو يعتمد السنثس مال بيبتايد؟ الليفل اوف ترانسكريبشن. تعرفون ترانسكريبشن هي سوالف مال الدي ان اي وهالسوالف، هيجيناها بذيك اللكتشر. هذا بالنسبة للبيبتايد. لا أدرفل، بالنسبة للأمين والستيرويد، الأوامل الكيميائية أو العوائل الكيميائية الثانية، على شنو يعتمد الإفراز مالتها السينثيسيز؟ على شنو يعتمد؟ هقول لكم، يعتمد على شيء اسمه كي سينثيتك إنزيم، شيء اسمه كي سينثيتك إنزيم. هذا شنو هذا رفل؟ كي سينثيتك إنزيم، هسه شوفكم، في جسمنا أكو شيء اسمه هرمون غير فعال، وكو شيء اسمه هرمون فعال. خوش، حتى يتحول هذا الهرمون الغير فعال الى هرمون فعال محتاج فد وسيط، هذا الوسيط يسموه كي، مفتاح، خل اصغر لكم الحجم حتى اقدر اكتبها. زين، كي سينثيتك افرازي انزيم، هذا مو هرمون الوسيط، الوسيط يكون انزيم. انتبه، خاف يجيك سؤال الامين والستيرويد بالافراز مالتها على شنو كنترولد باي، شنو تتنظم اندايركتلي بصوره غير مباشره بافراز الكي سينثيتك انزيم. خوش، حفظوا هذا MCQ. بعد، interestingly the majority of peptide hormones synthesized initially as much larger polypeptide chain. البيبتايد هرمون طلاب اللي حكينا مثل الاوكسيتوسين البيزوبرسين، بعدين راح نعرف الهرمونات بالتفصيل هي شنو. يقول لك هي تنفرز بالصوره الاولى بسلسله كبيره من البوليبيبتايد، هي شكلها larger polypeptide chain، وبعدين processed intracellularly by specific protease، بعدين طلاب يتم معالجتها عن طريق انزيمات مثل البروتيز حتى نحصل على الهرمون النهائي. يعني شنو طلاب؟ مختصر الحكي، البيبتايد هرمون، هاي بيبتايد هرمون، اول ما ينفرز، ينفرز على شكل لارج بوليبيبتايد تشين، هي شكلها، بعدين يتم معالجتها بالبروتيز، هذا ايضا انزيم، بعدين
يصير بعدين تتعالج داخل الخلية، داخل الخلية يصير بها بروسيسنج. شلون البروسيسنج مال حاسبة؟ الى ان نوصل للفاينل هرمون. هاي مجرد تفهموا ليها. In some cases multiple hormone may be driven by the same initial precursor. شنو يعني precursor؟ precursor طلاب يعني الاسلاف. شنو يعني اسلاف؟ يعني الاساس. يعني مثلا واحد اسمه محمد احمد قاسم مثلا، منو محمد؟ منو الأسلاف مال محمد؟ هو أحمد. منو الأسلاف مال أحمد؟ هي قاسم، يعني الأساس مالت. خوش، نفس الشيء هنا. يعني أكو هرمونات يشتركون بنفس الأب كأنما، أو بنفس الجد، يعني بنفس الأساس اللي إجوي منه. هذا مجرد فهم، مجرد فهم. عرفوا إنه بعض الهرمونات تشترك بنفس الأسلاف. زين عيني؟ It's also notable that the hormone precursor, الأسلاف مال الهرمونات themselves are typically inactive. انتبه، وهي شغلة مهمة. يقول لك مرات الهرمون موجود بصورة غير فعالة، احنا قلناها. يعني يكون السلف الأب مالته يكون غير فعال، وبعدين يلا يصير فعال. مثل ما قلنا ممكن عن طريق مساعدة انزيم يصير فعال، أو مساعدة قلنا بروسيسنج داخل الخلية يصير فعال. طلاب هذا السلايد كله فهم، يعني لا تدوخهم مو حفظ، بس افتهموا انا ايش دا احكي. اوكي. additional measure for regulatory control in the case of thyroid hormone indicated the site of highest hormone available. هذا حكي كله ما له داعي. شنو افتهمتم هذا السلايد؟ افتهمت البيبتايد شلون يطلع، افتهمت اكو شيء اسمه بريكرسر، الاسلاف او الاساس. بريكرسر اخذت عنا معلومتين. ممكن اكو اكثر من هرمون يشتركون بنفس السلف، وممكن انه البريكرسر هي الاساس تكون غير فعاله. ها اها فقط هذا حكي قريته ما له داعي. بعدين اجى حكي لك هنا عن الفيدباك، وهو موضوع راح ناخذه ان شاء الله بالمحاضره الجايه موضوع كامل. بالنسبه للفيدباك طلاب، خلينا ناخذ معلومه عنه هسه سريعه حتى بنشرح لكم اياها المحاضره الجايه للدخون بيه. شوفوا، نتخيل، خلينا نتخيل انا وياكم، تخيل هايذا فد مكان بعز الصيف وصار كلش حار، كلش حار. يعني المكان هذا صار كلش حار، وهاي بي واحد هنا انا قاعد، هذا خطية كتلة الحار، قام يعرق وبوخ كلش. فهذا من كلش احتار ايش قال؟ قال خلي اشغل السبلت. هذا السبلت لهنا بنفسجي، السبلت استجابة لهاي الحرارة راح يشتغل السبلت حتى يحافظ على اتزان درجة حرارة الغرفة. ليش؟ لأن صارت هنا كلش حارة، فحيشتغل السبلت يحاول يوصل إلى درجة حرارة مناسبة. اشتغل السبلت، شغلناه مثلا بالبداية على 20، يعني صار جو الغرفة ملائم جيد، لا هو بارد كلش ولا هو الحار يصمت، صار متوازن. حلو؟ حلو. بعدين هذا السبلت ظل يبرد اكثر، وصل 16، وصل 10. شايفين هاي درجات السبلت لما نقللها؟ بس هذا كلش يعني توازى، وصار 6، يعني سوى درجة حرارة الغرفة 6. ها شنو؟ بحيث هنا صار اكو برد كلش قوي، واحنا ما نريد نوصل هالمرحلة. احنا نريد دائما، وقلناها، نحاول ان نحصل في هرمونات جسمنا على حالة اتزان. فلما انت استجابيت يا سبلت لدرجة ان وصلت لهاي الغرفة ابرد من الطبيعي، يعني ردتك بس تخفف للحرارة، ما تثلجني تدخلني في موضوع ثاني. اجى هذا الشخص وش سوى؟ طفال السبلت، قال كافي لان اني ثلجت. من اجى هذا الشخص انتبه وطفى السبلت، سوى نيجاتيف فيدباك.
شنو نيجاتيف فيدباك، شنو رفع الجدد، تحكي دخنا راح ننهار، لا تنهارون. لما الجسم يحس الهرمونات اللي انفرزت اكثر من اللازم يقوم يسوي ردة فعل عكسية، يقول له وقف افراز لان احنا انترسنا، مثلا انترسنا الهرمون الفلاني. نفس الشيء الغرفة لما بردت كلش راح تنطي عاز كافي، طفل لان احنا ثلجنا، كافي قفل. وهذا الموضوع كامل راح نشرحه بالمحاضرة الجاية، موضوع النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك. هو هنا ذكر لك شيء بسيط عنه حتى شوي يصير عندك فكرة ولا تنصدم بيه بالمحاضرة الجاية. تمام؟ زين. فهنا بالمحاضرة حكالك على مثال راح ناخذه ان شاء الله، اللي هو الثايرويد هرمون directly suppress TSH expression via thyroid hormone receptor. هذا شنو طلاب؟ هذا راح ناخذ ان شاء الله على المحاضره الجايه، بس هسه احكي لكم اياه حتى ما ادوخكم بيه بالمحاضره الجايه وندوخ عطيتكم فكره شويه. احنا في جسمنا اكو شيء اسمه TSH. هذا طلاب هو الاساس، يعني مثل السلف او البريكرسر، ما احنا قلنا الاساس او الابو. هذا الابو هو اللي يفرز من عنده، هو اللي يحفز افراز التي 3 والتي 4. من ذولا؟ ذولا طلاب، ذولا طلاب هذولا هرمونات. تمام؟ هرمونات غدة الثايرويد، هما تي اس اتش يخلي هذني ينفرزن، هذا يخلي ذولا ينفرزون. حلو، اوكي. لما ذولا يصيرون هواي في الدم، هواي في جسمك، التي اس اتش بعد يطفى، يقوم ما يفرز، يقول كافي مو احنا فولنا، صار عندنا هواية تي 3 وتي 4 في جسمنا. نفس فكرة السبلت بالضبط. يسمون هاي العملية فيدباك لوبس. شنو فيدباك؟ يعني ردات الفعل، دورات ردات الفعل. زين، يعني شنو؟ يعني لما الهرمون يصير هواية تي اس اتش يوقف. زين، ما فكرت ليش الجسم دا يسوي هيج؟ خب احنا نظن نفرز تي 3 وتي 4 شو يصير قابل؟ لا طلاب، لان احنا الفكرة المين ايديا مالتنا ان نحاول ان يكون جسمنا في حالة هوميوستيسس، حالة اتزان. تمام؟ زيادة راح ناخذكم امثلة عليه بالمحاضرة الجاية، اصلا متخصصة بالفيدباك. خلي نحكي بعد. طبعا هنا نعطيك امثلة هماتين، وهذا هماتين نص حكي زايد مال مصدر، بس راح ناخذ من الاشياء المهمة. In some cases, the abundance of selected hormone may also be regulated via effect in the translation. بعض الهرمونات تتأثر بالtranslation. تذكرون سوالف transcription translation؟ Okay. For example, elevated levels of circulating glucose. انتبه، هسه جسمك بيه هواية شكر. شكر. جسمك بيه هواية شكر. واحد هسه نجيبه بالابتدائية نقول له واحد جسمه هواية شكر، يعني ايش راح جسمنا شنو لازم يفرز حتى يحاول يصلح كمية الشكر العالية؟ يقول لك انسولين. خوش، يعني هذا هسه طفل بالابتدائية يعرف يجاوب هذا الجواب، انسولين بدوني. زين، فستيمولييت ترانسليشن اوف انسولين. واو، معلومة خطيرة، يعني بين الشكر صار هواية يعني انسولين راح ينفرز. These effects are mediated by ability glucose to increase the interaction of insulin mRNA. طبعا حتلقون كلمة mRNA نانا طلاب، يعني قصدنا انه راح يفوت في عمليات من الترانزليشن حتى يوصل للإنسولين الفعال مالتنا. يعني هو بالبداية ينزل بهذا الشكل وبعدين يوصل إلى الإنسولين الفعال اللي نعرفه، بس أنا دا أحكي لكم الفكرة بشكل عام حتى للدخول، ماكو داعي هما تدخلون بالتفاصيل. The ability of the glucose to increase the interaction of the insulin mRNA with the specific RNA binding protein. إحنا نعرف وقلت لكم يا بأول لكتشر إنه الهرمونات ما تجي واحدة، تجي لازقة ببروتينات. خوش، وهاي البروتينات هي تحمل هذا الهرمون، وبعدين يوصلون لمراحل من الترانزليشن إلى نحصل على الإنسولين الخام. خوش، the net effect that more precise and timely regulation of insulin level. شوفوا، إلى نوصل إلى الإنسولين الخام and thus energy metabolism
then could be accomplished with transcriptional regulation alone. زين سألتوا دختوا أدري أنا شنو أريد منكم؟ ما تدخون، أريدكم بس تعرفوا لي كم معلومة من هذا الجزء، وهو أصلا أنا أخذوها مني هذا كله أصلا ما راح يشرح لكم إياه. زين بس أنا هذا ما أريد أعرف شيء من المصدر، وبعدين خاف أحد يقول عايفين شيء من المصدر، ده خلي المصدر كله مختصر حكي طلاب. جسمك بيه هواي شكر، أكيد الإنسولين راح يتفعل، بس يتفعل ويا من؟ يتفعل ويا الدي ان اي؟ لا، يتفعل ويا الام ار ان اي. خاف يجيك ام سي كيو، الانسولين ويا جماعة البروتينات ار ان اي لو دي ان اي؟ لا طبعا تحفظها، ار ان اي بايندينج بروتين، انسولين صديق الار ان اي. حلو حلو زين. The precursor for peptide hormone are processed through the cellular machinery that handles the protein destined for export, including trafficking through specific vesicle where propeptide form can be cleaved to final active form hormone. المعلومة المهمة هنا شنو؟ إنه البيبتايد طلاب ينخزن على شكل propeptide form، بعدين يصير active form. وشون مخزون؟ يكون على شكل vesicle. لحظة، الفيسيكل شنية؟ هي حوصلة، هيج فتشيز حرفيا كيس، هذا فيسيكل. هذا يا الله عايش يكون امتحان. زين طبعا انا اليوم شوية مريضة، حتى صوتي صار يخوف، الله يساعدكم. بس ما اعرف يعني صحتي زينة، بس صوتي وخشمي صار غريب، عادي تحملوني. زين الفيسيكل هي تشيس بالضبط، حوصلة. شنو تخزن بداخل هاي الحوصلة؟ تخزن بداخلها بيبتايد، بس شنو نوعه؟ اسمه برو. شنو يعني برو طلاب؟ غير فعال، غير فعال، هذا البرو بيبتايد. بعدين هذا يطلع البيبتايد يصير فعال مرة ما يطلع من الفيسيكلز. بس هذا الحكي كله دا يريد يوضح لك هاي المعلومة فقط. ماتشور هرمون، الهرمونات الناضجة الفعالة، يقول لك بعدين هماتين تصير بتغير من البوست ترانزيشنال بروسيسنج ستيب، تفوت بعدد من المراحل المعالجة. طبعا هو هرمون حيظل يفوت بمراحل متعددة من المعالجة وتغير في شكله، مثل glycosylation which influence their ultimate biological activity، حد ما يوصل للcirculation. يعني باختصار انه هاي الهرمونات بعدين حيتغير شكلها الى ان نوصل للشكل النهائي. بالنهاية all hormones enter either the constitutive or regulated secretory pathway. يعني شلون؟ يقول لك بالنهاية هاي الهرمونات كلها راح تدخل في constitutive or regulated secretory pathway. من هو يعني لو السكريشن يكون عن طريق هذا الفيسيكل اللي تعلمناه هسه، زين، او مثلا احنا ما تعلمنا كان يدخل بيكي انزيم، بالنهاية كلها راح يفوتن من السكريتوري pathway اللي حكينا عليه، ويفوتن في عمليات من مراحل المعالجة. حكي كلش هواية بصراحة وما له داعي، بس حكيت لكم الاشياء المهمة وهاي تمام. هسه وصلنا الى موضوع مهم، هذا السكريشن موضوع مهم، اما الباقي اللي حكيناه كله كلاوات العيد. زين نجي على الموضوع المهم، تبه. The secretion of many hormones via process of exocytosis. شنو كلمة exo؟ يعني خارج. cytosis خلية، يعني تبه هاي خلية وهذا هرمون، والهرمون يطلع بهالطريقة من الخلية، هاي خلية وهذا هرمون طالع بهالطريقة. فإذا هو دا يطلع خارج الخلية، فالعملية اسمها exocytosis of stored. شنو stored؟ مخزون. granules دوارة، granules هي مثل حويصلة قاعدة هنا، granules مثل ما شوفت لكم ياها بالسبر رسمته، ويطلع الهرمون من هاي الجرانيولز ويطلع برا. خوش.
the exocytosis كلش مهم، ويجي MCQ هذا الهرمونات the secretion of many hormones via process فراغ MCQ exocytosis MCQ قفل. The exocytotic machinery is activate. انتبه شو وقت تتفعل هاي العملية. When the cell type that synthesized and stores the hormone in question. انتبه. By specific signal such as a neurotransmitter peptide releasing factor. الله أحب هاي المواضيع المهمة. أنا أحبها. انتبه. هذا موضوع إنه المهم. هاي هسه هنا دخلنا بالخبزة. انتبه هسه احنا افتهمنا رفل، والله افتهمنا ورسمتينا وعشديدج، وهاي الجرانيولز هنا، وعرفنا اكو بداخله هرمون مخزن ويطلع بعدين برا. زين شو وقت هذا يطق هاي الجرانيولز ويطلع هذا الهرمون؟ شو وقت؟ كيف يعني؟ والله اليوم قاعدين ما عندنا شيء، يلا خلينا نطلع خارج الخليه. لا طبعا، كتب لك فد عبارة حلوة اني question. شو يعني اني question؟ يعني لما يجي امر من الخارج، يلا عيني عندكم شغل اليوم، امر اجاهم امر يلا طلع لي هرموني من الخلية. ها حلو، يجينا امر. زي شون يجينا امر؟ شنو رسالة بالتليجرام؟ لا ما يجينا عن طريق رسالة بالتليجرام، يجينا عن طريق نواقل عصبية النيورو ترانسميتر. هاي النواقل العصبية عندها سيجنالز. شنو السيجنالز؟ إشارة. شلون إشارة التلفزيون؟ يجي الناقل العصبي ينطي إشارة للخلية، افرزي يا عيني افرزي مثلا انسولين، لان احنا محتاجين انسولين مثلا، لان جسمنا صاحبنا هو اكل كيكة كاملة ما ادري شبيه، اكل كيكة كاملة متروسة شكر ونوتيلا، فافرزين انسولين قبل لا يموت. فيلا اني افرز انسولين يطلع خارج الخلية. انتبه شلون وصل الإعاز او شلون وصل الامر؟ وصل عن طريق ناقل عصبي specific signal، اشارة محددة عن طريق النيورو ترانسميتر. مثال عليها peptide releasing factor. شنو peptide؟ peptide يعني الهرمون اللي هو من نوع peptide، عرفتوه؟ releasing افراز، فاكتر عامل، يعني كأنما عن طريق عامل، يعني عن طريق هذا الناقل العصبي اللي اسمه peptide releasing factor، يعني اسمه العامل الإفرازي للهرمونات. خوش؟ زين. One should however contrast the secretion of stored hormone with that of those that are continually released by diffusion. انتبه انتبه، يقول لك انت لازم تنتبه وتعرف ترى مو كل الهرمونات، لا انتبهوا يا حبابين، ترى مو كلها هيك مخزونه بالخليه وتطلع. انتبه ترى مو كلهن. هاي احنا دنيتش منو هاي البيبتايد هيش تطلع، البيبتايد نوعيه البيبتايد تطلع بهالطريقه. يقول لك لازم تقارنها مثلا ويا الستيرويد. الستيرويد الانتشار مالتها بالديفيوجن، التناضح تتذكروه عن طريق الديفيوجن، وهذا يجن ام سي كيو. Most common hormone releasing or secretion قلوا له بالإكسوسايتوسيس، مثال عليها البيبتايد، قلنا هذا MCQ صح؟ مثال عليها بيبتايد. الستيرويد شلون تنتشر؟ عن طريق الديفيوجن، لأن هي طلاب الستيرويد إفرازها مستمر continually released، يعني مستمر الإفراز بالتناضح بالديفيوجن. خوش؟ سوري الديفيوجن مو تناضح، الانتشار. ديفيوجن الانتشار، ذاك الأوزموزيس تناضح، غلطت بالترجمة. الديفيوجن هو انتشار. خوش؟ خاف يجيك ام سي كيو من هو الستيرويد شلون يصير بي ريليزنج شلون ينفرز؟ عن طريق الديفيوجن هو الانتشار. Control of the secretion of later molecules occur via kinetic influences on synthetic enzyme بتأثيرات حركية on carrier protein involved in hormone production. أنا أقول لك هي تأثر على carrier protein، إحنا قلنا كل هرمون ويا ناقل هو البروتينات، فتأثر عليه ويخليه ينفرز. شنو المهم بهذا السلايد؟ تعرف لي عملية الإكسوسايتوسيس واللي هي تتمثل بالبيبتايد،
اما الستيرويد شلون يصير بيها ريليزنج؟ عن طريق الديفيوجن اللي هو الانتشار، مو مثل هاي العملية يعني ينتشر مباشرة، الستيرويد ينتشر مباشرة بالدم. خوش زين زين، هنا اهم حكي راح ناخذ بس الاشياء المهمه منه لانها ما تنحش وما مصدر. For example the stereoidogenic acute regulatory protein، هذا طلاب من البروتينات المنظمه للهرمون، is a liable protein whose expression activation and deactivation. شغلته هذا البروتين طلاب يفعل يفرز وكذلك يثبط الهرمونات. خوش بعمليه من الكاسكيد يعني من الخطوات الى ان نوصل للهرمون النهائي. ما اريد شيء منه بس اريدكم تعرفون اسمه زين فقط، بس تعرفون انه اكو هيك بروتين اسمه ال STAR وهو هذا شغلته تنظيميه، دي اكتيفيشن اكسبريشن اكتيفيشن فقط، لا دخول بلا ما له داعي. Because this is rate limiting for first step the senses of steroid precursor بريغنو مثلا لبريغنينولون this arrangement permit change the rate of steroid synthesis. دائما احنا نعرف انه الهرمونات تمر بمجموعة من الخطوات حد ما نوصل للإفراز، تمام؟ فهنا دي يحكي لك انه الخطوة الاولى بإفراز الستيرويد اللي قلنا ينتشر بالانتشار الإفراز مالته صح بالديفيوجن، خطوة مهمة عنده. And this secretion in response to homeostasis، انتبه مثل ما قلنا يعني هذا الحكي مالتنا ينعاد كل شوية انه نحصل على حالة اتزان في داخل جسمك ايضا بهذا الجزء، بس هيدكم تعرفون انه الهدف من الستيرويد سينثيسيس ايضا نوصل الى حالة اتزان. An additional complexity related to hormone secretion related to fact that some hormones are secreted in pulsatile manner. هذا مهم، هذا جزء مهم. شلون يعني طلاب؟ يعني لازمكم تعرفون ان الهرمونات هي مو اكو هرمونات اوكي تنفرز من الصبح لليل باستمرار، واكو هرمون لا. مثلا عندك الميلاتونين، كنا نعرف الميلاتونين هذا الهرمون مال النوم اللي هو ينفرز بالليل لمن ماكو ضوء، لهذا دائما نقول من تنامون طفوا الضوء، او نقول للاطفال الاطفال لازم ما يسهرون وينامون في بيئه ظلمه حتى هذا الشيء يساعد الجروث هرمون وبقيه الهرمونات انه تنفرز ولا سيما الميلاتونين حتى ينامون نوم هانئ. وهسه هم ما تنفيك طلاب العالم قاعد تاخذ ميلاتونين حتى تنام، وها شغلة ترى مو زينة، لا عبالكم يعني انه ما بي سايد افكت ما ادري شنو، لا بي سايد افكت من هالادكت يعني انه الانسان يقوم ما يقدر ينام الا ان ياخذ هذا الميلاتونين، شغلة تعبانة خاف يعني تصرفوا هواي بالصيدلية انتبهوا لهذا الموضوع زين. في البوستايل مانر يعني في اكو هرمونات تنفرز بطريقة بوستايل مانر يعني حسب اوقات معينة من اليوم، يعني قلنا مثلا ميلاتونين ينفرز بالليل، عندك مثلا الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر هذا ينفرز الصبح سترس هرمون حتى يصير عندك طاقة وتقوم وتنتج وتتحرك. خوش زين، هذا شي يسموها ماي بيك، يعني شنو ماي بيك؟ يعني يوصل للقمة مالته الهرمون and it related to circadian rhythm، وينزل حسب سيركاديان رذم حسب نمط ايقاع افرازي معين. هسه اشوفكم شلون زين، فاريدكم تعرفون السيركاديان رذم شو. جبت لكم صوره للسيركاديان رذم، شوفوا السيركاديان رذم هو احنا خلال 24 ساعه، هنا اليوم مقسوم 12 ساعه بالليل و12 ساعه بالنهار، هذا في منتصف الظهر زين، هنا ساعة بال 12 بعدين ب 15 اللي هي ساعة تقريبا بالثنتين، بعدين هنا تقريبا ساعة 18 يعني تقريبا ساعة عصرية اوكي. وهنا بالليل اللي هي ساعة 12 بالليل، طبعا تشوفون هنا عندنا سليب، هنا عندنا درجة حرارة الجسم تقل، بينما بالنهار تلقون درجة حرارة الجسم تكون
عالية، خوش. فتنتبهون إنه السيركاديان ريذم هو يعتمد على ساعات اليوم. ريسبونس، انتبه، the timing of meals طبعا أوقات الوجبات، يعني أنتوا هم فكرتوا في اليوم إحنا ليش نأكل مثلا الغداء ساعة 2 ظهر لثلاثة تقريبا، العشاء يكون بالليل، هذا كله أيضا يؤثر على الهرمونز or as regulated by other pattern generators whose periodicity may range from millisecond to years. كذلك إذا تأثير من ال... يعني هذا السيركاديان ريذم ممكن حسب حتى سنوات يأثر على جسمك أو حتى بعض الثواني، أقل الثواني. يعني مثلا الإنسان اللي هو دائما يومه معكوس، مثلا اللي هو ينام بالنهار وعايش بالليل، تبدي هرمونات جسمه تسوي adaptation، يعني تسوي تكيف حسب نومته. أوكي، إن هو نومته معكوسة مثلا يحاول يتكيف، وخاصة إذا بقى سنوات على هذا الروتين يبدي جسمه يحاول يتكيف على هذا الروتين الجديد. البوستال سكريشن هو often related activity of oscillators in the hypothalamus، يعتمد على الاكتيفيتيز ومال الإعازات اللي تيجي طلاب من الهايبوثالاموس. تقول من هي الهايبوثالاموس؟ لحظة راجع عن ياكم، من هي الهايبوثالاموس؟ الهايبوثالاموس هي هاي المنطقة اللي صار فوق البتويتر جلاند، فوق الغدة الأم. هاي المنطقة صار فوق الغدة الأم، وهي تقريبا تعطي إعازات للغدة الأم اللي هي بتويتري جلاند. فالبوستايل مانر يجي من هاي المنطقة اللي هي الهايبوثالاموس، هي تحت المهادي يسموها يمكن بالعربي، تقريبا هنا هذا الدماغ وهي صايرة هنا. أنا خوش. تمام عيني. That regulate the membrane potential of neurons and their secrete burst of hormone. طبعا هي تأثر على الأعصاب وكذلك turn secretion burst. شو يعني turn secretory بيرس؟ يعني هي اللي تقول للبتوتري فرزي هواي او فرزي قليل، يعني هي اللي تعطيها اعازات into the hypophyseal blood flow then cause release of pituitary، وهي اللي تعطي اعاز عن طريق الدم ممكن او عن طريق الاعصاب. بس تقول لي شنو رفل الاعصاب لو دم؟ مخلي ابين لكم شغله لان حتى ما تدوخونها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه تتبين عندكم اكثر. هذا الهايبوثالاموس، وهنا عندنا البيتوتري جلاند. خوش، هاي البيتوتري جلاند. الهايبوثالاموس من ينطي عاز، بس احنا وين هذا الهايبوثالاموس ده ينطي عاز للبيتوتري؟ ينطي بطريقتين. الطريقة الأولى لو عن طريق الدم، والطريقة الثانية لو عن طريق النيورونز أو عن طريق الأعصاب. وهاي بالتفصيل أحكي لكم إياها إن شاء الله بمحاضرات البيتوتري جلاند والهايبوثالاموس، بس أريدكم تعرفون هسه معلومة عن ماشي إنه الهايبوثالاموس ينطي أعصاب بيتوتري عن طريق لو نيورونز مثل ما هم كاتبين هنا، أو عن طريق الهايبوفيزيال بلاد. خوش فقط. وهذا الشيء other downstream hormones in similar pulsatile manner، أيضا يدخل في موضوع pulsatile manner اللي هو قلنا عليه circadian rhythm. There is evidence that these hormone pulses convey different information the target tissue that act upon compared to steady exposure. يعني شنو أقول لك؟ أيضا زين وصلوا العلماء أنه هاي المعلومات اللي توصل للtarget tissue، يعني مثلا إحنا عندنا نرجع على الانسولين، الانسولين فرز بسبب اكو صار في جسمك هواي شكر. التارجت تشو هو خلايا جسمك صح اللي ترسد شكر، يقارنوها ويا ستدي اكسبوجر تو سيجنال تو سينجل كونسنتريشن اوف ذا هرمون. وهذا يعني قارنوها هاي الهرمونات اللي تنفرز بالاستجابه لموضوع معين، قارنوها بالهرمونات اللي تنفرز بشكل دائم ستدي اكسبوجر. يعني في جسمك اكو هرمونات تنفرز استجابة معينة واكو هرمونات دائمة الافراز. البوستال سكريشن تعتبر تشالنجز اف دو ديفيشنسي، اذا صار بيها مشكلة هاي يعني مشكلة كبيرة في داخل جسمك. نيسيسري تو ريبليس بارتيكولار هرمون، فلازم انه يتم معالجتها لان ما يصير تنعاف وهي
مخربطة، يعني مثلا إذا صار عنده مشاكل بالسيركاديان ريذم، صار عنده مشاكل بالكورتيزول مثلا، هذا الكورتيزول اللي هو ينفرز الصبح إذا صار بيه مشاكل مثلا، هذا يدخلني بهواي أمراض. فلازم هاي الأشياء ننتبه عليها، خاصة بالسيركاديان ريذم هرمون، لأن هي جدا مهمة وتتأثر بكل ساعة من ساعات وقتنا، بدرجة حرارة جسمنا، بالنوم، كذلك كمية السوائل الموجودة في جسمك، كلها تتأثر بها. دائما داخليكم نهاية المحاضرة، يعني أنا من الناس اللي كلش يعني من أوصل لنهاية فيديو أشوفه شرح كلش أكون هلكانة من كثر المعلومات اللي يعني استلمتها. فدائما أنت يعني من تحس روحك إنه ها هي تعبت، يعني ذكر هي بهاي اللحظة اللي تتغير. صدقني احنا كنا نوصل مرحلة انه نقول كافي وراح نبطل ولعبت نفسنا، بس لا، بهاي اللحظة من تلعب نفسك بالذات لازم تكمل، لان اكو غيرك صدق راح يعوف، بس انت راح تكمل وصدق راح تجيب درجة، وهذا التعب صدقوني كله راح تحصلوه بالنتيجة مالتكم، وان شاء الله تنجحون باحسن تقدير. فلا تأيسون، بعدنا بالبداية، وان شاء الله اللي يبدي يقرأ من هسه راح يضبط اموره كلش بالدوام وبالكورسات وبالامتحانات مالته مال الكلية ومال الوزاري. أي سؤال عندكم راسلوني على التليجرام أو راسلوني على بيج الصفحة بالإنستغرام. شكرا لكم، راح أنزل لكم أسئلة هماتين خاصة بهذا الشابتر إن شاء الله ورا المحاضرة الثانية. شكرا.